براني براني أنا براني 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 أنا براني براني. آخر مستجدات هو أنه من بعد ما تحركت الصحافة كان واحد التضامن كبير كبير جدا جدا، زعما حنا براسنا ما توقعناش من ناس كتار، لا مواطنين لا ناس زعما ديال ثقافه، لا مثقفين كبار سياسيا، كل شيء هذا. وهذا في الحق بحال شنو نقول لك، بحال خفف علينا داك الشيء. حنا دابا طلبنا واحد المهله وكنتمناو يوافقوا عليها باش هذاك القضيه ديالنا ديال النقد والابرام تمشي حتى هي. لا حنا غاديين قضائيا، حنا حيت من نهار لو مشينا قانونيا، حنايا علاش مشينا قانونيا؟ حيت حنا كنا مطمئنين وعارفين راسنا ما عندناش مشكل. من 2010 ربحنا، مور شي 8 سنين ربحنا نهائيا في النقد والابرام، ولكن هاد السيده اللي كانت اللي شرات عاوتاني من جديد، ومع الاسف واحد القاضي حكم اللي صالحه، اللي في عقلها بغات هاد الدار هادي، هذا هو اللي في عقلها، فهمتيني؟ اللي كنعرفوا عليها انها ابنه وزير سابق الله يرحمه سي بن عبد الجليل، اللي كان في واحد الحكومه سابقه، هادشي اللي كنعرفوا. هي ما كانش معها اتصال، وما كانتش مستعده للمفاوضات. ما حنا كنا مستعدين، الا كانت باغا نزيدوها في الكرا نزيدوها، باغا تبيع الدار نشريوها، ما عطاتنا حتى فرصه، عطاتنا فرصه ديال القضاء. احنا عندنا واحد الرساله من بعد عام وربع شهور عاد كتصيفطها لنا، فيها لونطيط ديال جوج ديال لي زافوكات، وكيقولوا لنا بلا الملكه الجديده هي هذه، ودابا اللي غتبقاو تعطيوها هي الكرا. احنا بالنسبه لنا جالسين في الدار كنخلصوا كراتنا، ما عندنا حتى مشكل. وهذه علاش حنا مطمئنين؟ حيت هذه الدار هذه هي ارث ثقافي 50 عام. احنا عندنا شراكه مع وزاره الثقافه في اطار مهرجان صيف الودايا، عندنا شراكه معهم معلوم، هذا حيت هي لادريس ديالنا المهرجان، وهذا هو العنوان ديال المجلس الوطني للموسيقى اللي هو تابع للمجلس الدولي للموسيقى وتابع لليونسكو. هذا هو العنوان ديالو. هذا العنوان هذا واش غيتحيد؟ وزاره الثقافه غادي تاسف بزاف لهذا الموضوع هذا، وان شاء الله غادي يكون خير من جيتها باذن الله. هاد الصدمه تجاوزناها، الصدمه كانت صعيبه غير النهار الاول اللي هضرنا بقلبنا وبالانتماء ديالنا لهاد الدار والتاريخ اللي تصايب في هاد الدار، وهضرنا من ناحيه العاطفيه وبزاف الاحاسيس، هضرنا كفنانين، يعني داك تحيد ليه بحال تحيد ليه جيتارته، ولا تحيد له شي حاجه ديالو ديال الموسيقى اللي هي الريه ديالو. وانايا بالنسبه ليا هنايا فين كنشم الرائحه الاب ديالي الله يرحمه الموسيقار حسن ميكري، هنا فين انا كبرت، هنا فين تولدت، هنا فين ترعرعت، هذه حومتي. با جال لهنا في 74، عمي محمود حتى هو تبعو هنا، يعني هاد الاخوان ميكري معروفين راهم يعني مدرسه موسيقيه ديال الموسيقى العالميه، هي اللي دخلت الموسيقى العالميه للمغرب. فهاد المكان اللي نجبد لكم شي رسائل مكتوبه فيهم حسن ميكري المغرب كتوصل حتى لهنا، رسائل قدام. لودايا يا ميكري لودايا، لي كليب ديال لي ميكري كاملين داروا هنا، معظم لي كليب ديالي حتى انا، بزاف ديال لي كليب صايبتهم هنا. في النهار الاول كان صعيب، كان دازت بحال قلتي، دازوا هاد الذكريات كاملين قدامنا. كنشوف واحد لا فيديو البارح قال لك الناس بغاو من الخارج يشريو هاد الدار لينا. شوف فين وصل الحب ديال الجمهور لعائلة ميكري، بغاو الناس يشريو لينا الدار. الله يكثر خيركم اخوتي، الحمد لله. الله هاد الشيء كامل كيفرح، يعني الصدمه ما بقات صدمه، ولات فرحه، ولات صدمه ليهم هما، ولات صدمه لهذوك الناس اللي جاوا هجموا علينا. قالوا شكون هادو اللي هجمنا عليهم؟ حيت حنا كنا ساكتين، حيت حنا كنسكتوا، حنا ما كنهضروش، حنا كنشموا يدينا كنشبعوا، حنا ماشي سعايا، حنا ماشي طلابه، والحمد لله كنعيشوا بخير. اللي كيكون مرتاح في حياته الغني هو الله، اللي كيكون مرتاح في حياته فتا هو غني، فهمتيني؟ اللي كيكون كيقنع تا هو غني. فهاد الصدمه ما بقاتش، ولات ليهم. والحمد لله كاين اخبار جميله،
كاين اخبار جميله جدا. ناس كبار في البلاد اتصلوا بنا البارح، الفنانين كاملين اتصلوا بنا، النقابات داروا البلاغات، الوزارة الثقافة تحركت معنا، الناس في القصر تحركوا، يعني كاين واحد التحرك اللي كي يدينا لشي حاجات الامل ان شاء الله. كاين امل، يعني انا بغيت نقول لي فان دي ميغري راندنا تحاربنا احنا لي ميغري، عائلة ميغري، وعاونتونا الجنود ديال لي ميغري كتار، وهادي ربحوهم وربحناهم ان شاء الله. انا اظن انه ربحناهم، مي نخليو هاد الخبر الجميل حتى لوقيتو. المومون اللي بريت مش على الحميد حابو راسو مليت جيني وعفريت لا كارافان باسي ليش يا ابو خطار، راني منتصر كي سميتي كان قتل في الشهر، كان قتل في الشهر، كان قتل في الشهر، كان قتل في الشهر، كان قتل في الشهر.